السلام عليكم. جزاكم الله بخير، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات جميعا. صوت واضح عندكم صحيح؟ نشوف الدرج 100%. زين، طيب في هذا اللقاء إن شاء الله نواصل ما تكلمنا عنه في اللقاء السابق بالأمس إن شاء الله، وكنا قد وصلنا أمس في القواعد أو إلى القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها. وأول هذه القواعد المتفرعة وأهم هذه القواعد قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة مهمة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن أحكام العقود إذا اختلفت بين لفظ المتكلم الذي هو العاقد وبين نيته فإنه لا ينظر إلى لفظه، فإنه لا ينظر إلى لفظه بل ينظر إلى مقصده ونيته، بل ينظر إلى مقصده ونيته. هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة، وبالمثال يتضح المقال، وبالمثال يتضح المقال. لو أتى شخص أو ذهبت امرأة إلى محل تجاري، فلما أخذت الأشياء وحاجياتها من المحل نظرت أو نظر إلى الحقيبة ولم يجد فيها المبلغ لتلك السلعة، ولم يجد فيها المبلغ لتلك السلعة، فقال أو قالت لصاحب المحل: خذ هذا الجوال أمانة حتى آتيك بالثمن، حتى آتيك بالثمن. على مقتضى هذه القاعدة، هل هذا الجوال أمانة بمعنى أنه لا يحق له التصرف فيه مطلقا أو ليس كذلك؟ ما رأيكم؟ الآن اللفظ، اللفظ أمانة، اللفظ أمانة، لكن الحقيقة ليس أمانة، الحقيقة أنه رهن، ونحن لم ننظر إلى اللفظ واعتبرنا القصد والنية، فيكون هذا الجوال عبارة عن الرهن. إذا لم تأتي المرأة بالثمن أو الرجل بالثمن فإنه يستوفي حقه من قيمة هذا الجوال، يستوفي حقه من قيمة هذا الجوال. فلم نلتفت إلى لفظ المشتري حينما قال أمانة، لأن حقيقة
لأن حقيقة العقد هو رهن. حقيقة العقد هو رهن. مثال آخر، لو قال شخص لآخر، لو قال شخص لآخر: وهبتك هذه السيارة، أو وهبتك هذه المزرعة على أن تعطيني شقتك في البلد الفلاني. وهبتك هذه السيارة أو وهبتك هذه المزرعة على أن تعطيني شقتك أو فلتك أو بيتك الذي في البلد الفلاني. هل هذا العقد هبة أو لا؟ ما نوع العقد الآن في هذا المثال؟ ما نوع العقد؟ أحسنت يا أمل. العقد الآن عقد بيع معاوضة، وإن كان بلفظ الهبة. اللفظ لفظ هبة، لكن المقصد والمعنى بيع. فنقول: العبرة في العقول بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذا العقد وإن كان بلفظ الهبة إلا أنه عقد بيع، لأن العبرة في العقود بالمقاصد وليست بالألفاظ. القاعدة الثانية المتفرعة عن قاعدة الأمور بمقاصدها أن تخصيص اللفظ العام، تخصيص اللفظ العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. تخصيص اللفظ العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن نية المتكلم لها أثر في تخصيص مدلول كلامه. فلو تلفظ بشيء عام ونوى شيء خاص، فإن النية تخصص فيما بين الإنسان وبين ربه، لكن هذه النية لا تخصص في حالة القضاء. هذه النية لا تخصص في حالة التقاضي. وبالمثال يتضح المقال كذلك. لو قال شخص لآخر: أبيعك كل ممتلكاتي بمليون، أو ب50 مليون، أو ب100 مليون، أو أبيعك كل ما أملك من شركات، كل ما أملك من شركات بالمبلغ الفلاني. ثم لما جاء الإفراغ قال: لقد استثنيت في نفسي الشركة الفلانية في دولة الإمارات أو في دبي. قال لما جاء الإفراغ، إفراغ الشركات للشخص الذي المشتري، قال: نويت أثناء الكلام تخصيص أو استثناء الشركة التي في دبي. هذا الأمر مقبول فيما بينه وبين الله، هو نيته ما علمنا منه، لكن في حال القضاء ما يقبل. في حال القضاء لا يقبل، لأن الأصل إجراء العقود والألفاظ على ظواهرها في حال التقاضي عند القاضي. أما بينه وبين رب العالمين هذا لا علاقة لنا فيه. هذه القاعدة: أن تخصيص اللفظ العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء. مثال آخر على الجزء الأول من القاعدة:
لو حلف شخص أو حلفت امرأة ألا تكلم أو لا تكلم أحدا، والله ما أكلم أحدا، ثم نوى لنفسه شخص معين، هذا التخصيص مقبول، هذا التخصيص مقبول، فإنه لو كلم غير هذا الشخص المنوي ما حلف في يمينه، ما يلزمه كفارة، ما يلزمه كفارة. لو قال والله أو قالت والله ما أدخل دار أحد منكم، كان المجلس مليان، ثم نوى أو نوى في نفسه دار معينة، فإن هذا التخصيص بالنية مقبول، فإن النية تخصص اللفظ العام، فلو دخل دار أي شخص غير المنوي فإنه لا يحنث، لا يحنث في يمينه، يحنث في حالة واحدة إذا دخل الدار المنوية. القاعدة الثالثة لا ثواب إلا بالنية، وهذه قاعدة واضحة جدا. القاعدة الثانية الكبرى، القاعدة الثانية الكبرى قاعدة اليقين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين هنا؟ انتبهوا، ما معنى اليقين؟ اليقين هو العلم الجازم، اليقين هو العلم الجازم. طيب الشك، الشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح، دون ترجيح، هذا هو الشك، الشك دون ترجيح. طيب الظن، أحسنت يا مريم، يا أخوات يا إخوة، اللي يكتب فرنسي وتركي صراحة ما يعرف، اكتب عربي، تجيني حروف مكتوبة ما أدري وش. الظن في الترجيح، الظن مع الترجيح، فالفرق بين الشك والظن أن الشك بلا ترجيح، انتبهوا، الشك بلا ترجيح والظن فيه ترجيح. هل ستذهب هذا الأسبوع إلى المكان الفلاني؟ إذا كان نسبة الذهاب 60% مثلا فتقول أظن أني سأذهب، يعني في 60% ترجيح. إذا كان أقل من 50% هنا في تردد بدون مرجح وتقول أشك، وهذا هو الفرق بين الظن والشك والعلم أو اليقين، أو اليقين. الشك التردد بين وجود الشيء وعدمه دون مرجح، هل يسمى اليقين؟ الشك، الظن، الوهم. ما الجواب؟ أول جواب سارة الشك، صحيح. التردد بين وجود الشيء وعدمه مع مرجح، مع مرجح هو الظن، هو الظن. هذا مثال من الأسئلة.
ما معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما يعني يقينيا، ثم طرأ بعد ذلك شك في زوال هذا الشيء، فإن المعتبر هو بقاء الأثر الثابت على ما هو عليه وعدم الالتفات إلى هذا الشك، عدم الالتفات إلى هذا الشك، هذا معنى القاعدة. إذا الإنسان كان على حالة متيقن منها ثم شك في تغير هذه الحالة، شك في تغير هذه الحالة، فإن الأصل بقاء الحالة السابقة، لأن اليقين لا يزول، لأن اليقين لا يزول بالشك. دليلها معروف عندكم، هناك جملة من القواعد المتفرعة عنها مثل قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعناها ومعناها مكتوب خطأ. إيش معناها مكتوب عندكم؟ اللي معها المذكرة المختصرة أو المفرغة أو المستثناءات. طيب أقرأ عليك، مش مكتوب، مكتوب أن الشك إذا ثبت على حال من الأحوال، أيوة يا سارة خطأ، أن الشيء مو بالشك، يمكن فرق، كيف؟ فرق عظيم، أن الشيء ليس الشك، أن الشيء ليس الشك، أن الشيء يعني أن الأمر إذا ثبت على حال من الأحوال في زمن ما فإنه يحكم ببقائه ودوامه في الزمان التالي حتى يثبت أو حتى يأتي المغير. طيب ما مثالها؟ مثالها من مثلا توضأ العشاء وصلى العشاء، أو توضأ الفجر وصلى الفجر، ثم بقي على طهارته، لم ينتقض وضوءه، وأراد أن يصلي مثلا نافلة أو أي صلاة، ثم شك أنه انتقض وضوءه، يقول لا، بما أنك ما تيقنت من انتقاض الوضوء فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه مهمة جدا، قاعدة لمن ابتلوا بالوسوسة، نسأل الله يعافينا وإياكم من الوسوسة. هذه قاعدة علاجية مفيدة جدا جدا جدا.
لو كان الرجل مثلا زعلان وحصل خصام بينه وبين زوجته، وشك أنه ربما طلق، فنقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن الأصل بقاء عقد الزوجية، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل هو بقاء عقد الزوجية، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. ومسألة الشك، إنك شكيت إنك طلقت أو لم تطلق، هذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأن الأصل بقاء، لأن المتيقن والأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة، قاعدة الأصل براءة الذمة، وهذه مهمة جدا. الأصل براءة الذمة، معناها أن القاعدة المستمرة في الشرع أن الإنسان غير مكلف بشيء من الحقوق إلا بدليل. الأصل أن ذمة الإنسان بريئة من الحقوق والواجبات عليه إلا بدليل شرعي يثبت أن ذمته مشغولة بهذا الحق. ودليلها عندكم واضح، مثالها أكثر من مثال، مثلا لو جاء شخص إلى القاضي وقال إني أدعي على فلان مبلغ 100,000 قيمة ثمن بيع سيارة، ثمن بيع سيارة، هذا المدعي يلزمه أن يأتي بالبينة، فإذا لم يأتي بالبينة فإنه لا يحكم له، لأن الأصل براءة ذمة الشخص المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمة الشخص المدعى عليه. القاعدة التي بعدها، القاعدة الثالثة، لا ينسب إلى فاسد قول، لا ينسب إلى فاسد قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، هذه قاعدة طويلة، لا ينسب إلى فاسد قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. ما معناها؟ أول نقول أن هذه القاعدة مكونة من شقين، الشق الأول لا ينسب إلى ساكت قول، هذا الشق الأول لا ينسب إلى ساكت قول، معناها أن السكوت لا ينزل منزلة القول من جهة ما يترتب على القول من أحكام وآثار، السكوت لا يعلق عليه أحكام. طيب الشق الثاني، ولكن السكوت في معظم الحاجة إلى البيان بيان، معناها وهي استثناء من كلمة لكن، من استثناء، معناها أنه قد ينزل السكوت منزلة القول في حالة وجود الحاجة الماسة إلى البيان، ينزل السكوت منزلة القول في حالة وجود الحاجة الماسة إلى البيان. نمثل بالشق الأول ونمثل بالشق الثاني حتى يتضح الكلام. الشق الأول قلنا لا ينسب إلى ساكت القول، مثالها لو جاء ولي المرأة السيد، ليست البكر، السيد، هذه سيد تطلقت، وجاء وليها لها يقول إن فلان قد تقدم لك يريد الزواج، فسكتت، فإن سكوتها الآن لا يعد إذنا كالبكر، لا يعد إذنا،
فلا بد للسيد انها تنطق، لا بد ان تتكلم اما موافقه او غير موافقه، لانه لا ينسب الى سافك قوم. طيب والحديث قد دل على هذا. طيب مثال الشق الثاني، ولكن السكوت من معرض الحاجة إلى البيان بيان، عكسها البكر. البكر الأصل فيها أنها تستحي، ولو جاء وليها وقال تقدم لك فلان ما رأيك، فسكتت البكر، فسكوتها يعد إذنا منها، سكوتها يعد إذنا منها، لأنكم تعرفون أن الغالب، الغالب طبعا من حال الأبكار هو الحياء وعدم إبداء الرغبة في الزواج، فنحن في موضع نحتاج فيه إلى بيان، فسكوتها حينئذ يعد بيانا. هذا الفرق بين أو التمثيل على طرفين أو جزئي القاعدة. القاعدة التي بعدها قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، كلمة خطأ مكتوبة خطأ بعد، يعني كلمة خطأه مكتوبة خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأه، معناها أن بناء الأحكام شرعا على الظن بناء صحيح، لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على الظنون، لكن لو تبين أن هذا الظن ظن خاطئ فإنه لا يعتد به شرعا ويلغى ما بني عليه الأحكام، ويلغى ما بني عليه من أحكام. مثلا مثال لو ظن الإنسان أن الماء الذي أمامه ماء طاهر وتوضأ به صح وضوءه وصح وصلى وصح صلاته، لكن لو تبين له بعد ذلك أن الماء نجس بالطرق الشرعية المذكورة في الفقه، تبين له أن الماء نجس فإنه لا يحق له حينئذ أن يتوضأ به ولا يحق له أن يصلي، لكن تبين بطريق صحيح مو بطريق الوسوسة، لا بطريق صحيح. تعرفون أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج بالكافر بخلاف العكس. لو جاءنا بطريق الظن أن فلان مسلم مثلا أوراق أو شهد له الناس بأنه مسلم، وهذا يكثر في البلدان الغربية، يكثر في البلدان الغربية، ثم تبين أنه مزور وليس بمسلم، فإن العقد حينئذ يلغى ويكون عقدا باطلا، ويكون عقدا باطلا، لأنه لا عبرة بالظن، لا عبرة بالظن البين خطأ، وهذا يكون أصلا موجب من موجبات عدم استمرار العقد. طيب قاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهذه قريبة من الأصل بقاء ما كان على ما كان، أن الشيء إذا ثبت ثبوتا جازما أو راجحا فإنه يحكم ببقائه ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازم أو راجح ينفي ذلك الثبوت، ومثاله ما تقدم مثال من شك هل طلق زوجته أو لا. قاعدة لا عبرة، لا عبرة للدلالة أو بالدلالة، لا عبرة بالدلالة أو بالدلالة
في مقابلة التصريح. معنى كلمة لا إبرة أي أنه لا يعتد به، لا يعتد به. معناها الإجمالي أن الدلالة سواء كانت باليد أو بالعرض أو بالإشارة فإنها لا تقوى لأن تلغي التصريح، فإذا جاء التصريح فإن التصريح أقوى من الدلالة، والتصريح يقدم على الدلالة. مثالها: لو دخل شخص أو امرأة بيت أحد من الزملاء بإذنه طبعا، فلما دخل البيت وجد في المجلس أو المكان المعد للجلوس إناء فيه مشروب، فسكب له من هذا الإناء وشرب. فلما شرب سقط منه هذا الكأس وانكسر، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، لا يضمن الإنسان، لا يضمن الإنسان هذا الشيء المكسور، لأن الأصل في مثل هذه الحالات أنه وضعها والإذن بالدخول كله من قبيل الدلائل على السماح باستخدام هذه الأشياء، وضعها في المكان المعد للجلوس كلها دلائل على السماح باستخدام هذه الأشياء. لكن لو دخل هذا الضيف وقال له صاحب الدار انتبه لا تستخدم هذا الشيء، لا تستخدم هذا الشيء، فاستخدمه فإنه حينئذ سواء انكسر أو لم ينكسر فإنه حينئذ يضمن، حينئذ يضمن بالاستخدام، وقد يضمن إذا انكسر مثلا أو تلف، لأن القاعدة تقول لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح. الدلالة الآن ما هي؟ هي فتح الباب، الإذن له بالدخول، هذه الدلالة، لكنه صرح له وقال لا تستخدم الشيء الفلاني أو لا تدخل المكان الفلاني، فالقاعدة تقول لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. مثال آخر: هذا شخص قال لموكله، قال لوكيله، الموكل قال للوكيل لا تبع يا عمرو هذه الدار، لا تبع يا عمرو هذه الدار. فجاء الوكيل وفتح المزاد ووضع اللوحات واستقبل الناس حتى يروا هذا البيت ويدفعوا فيه الثمن المناسب. فمر صاحب الدار بالسيارة ورآهم وهم يتبايعون ويتزايدون ثم مضى. فلما باع رفع قضية هذا الشخص وقال نريد أن نبطل البيع لأنه صرح الوكيل بأنه لا يبيع. قال الوكيل للشيخ القاضي أنه مر بسيارته ولم ينكر علينا. قال الموكل وكان فقيها يا شيخ أنا صرحت وقلت له لا يبيع، والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. في هذه الحالة يحكم القاضي للموكل لأنه استدل استدلالا صحيحا. القاعدة الأخيرة من قواعد اليقين العجيب الشق قاعدة الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، هي آخر قاعدة نختم بها وهي قاعدة مهمة. الأصل في العقود الصحة، والأصل في الشروط الصحة، والأصل في العقود الجواز، والأصل في الشروط الجواز. معناها عندكم واضح؟
لكن من أمثلتها عقد الاختراع وعقد الاستيفاء وعقد التأليف، هذه كلها عقود صحيحة وعقود جائزة، لأن الأصل في العقود هو الجواز والصحة. فلو جاء شخص وقال إن العقد هذا عقد باطل، نقول الآن أنت أتيت بشيء خلاف الأصل، لأن الأصل في العقود الصحة، لأن الأصل في العقود الصحة. مثال آخر، لو قالت المرأة الآن أنا أريد أن أشترط على زوجي أن يشتري لي سيارة بنت لي 2018، لا يحق للزوج أن يعترض على هذا الشرط إذا أراد ولا يترك، لأن الأصل في الشروط هو الصحة، لأن الأصل في الشروط هو الصحة. لو قالت المرأة لزوجها أشترط على زوجي ألا يعارض التوظيف مستقبلا، أو لا يرغمني عن الخروج من وظيفتي، ما رأيكم؟ شرط صحيح، شرط صحيح. لو قال الزوج، كانت المرأة تدرس، قال أنا ما عندي إشكال تدرس، لكن لا أريدها أن تتوظف مثلا، هل الشرط صحيح أو لا؟ ليش غير صحيح الآن؟ يوم سألت عن الرجال ترى صحيح؟ لا، شرط صحيح، والأمر راجع لها إن شاءت أو لا، الأمر راجع لها. طيب، لو قالت المرأة لزوجها أشتغل، أنا واثق على زوجي هذا، واثق على زوجي بشرط ألا يتزوج علي، هل هو شرط صحيح أو لا؟ هذا الشرط، شرط عدم الزواج، شرط مختلف فيه، والقول الصحيح أنه شرط صحيح، وحكم به عمر رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله الساعة 4 والنصف. والآن سوف نحدد الموعد في الموقع، غدا إن شاء الله الساعة 4 والنصف، اللقاء العاشر بإذن الله. بقي أسئلة، ترى جاوبنا في المنتدى على بعض الأسئلة، وجاوبنا كذلك في تويتر على كم سؤال أمس. أي معكم، القاعدة هذه معكم إن شاء الله. نشوف. غدا إن شاء الله الساعة 4 والنصف بإذن الله جل وعلا. يلا، أشوفكم على خير، ليلة سعيدة على الجميع، في أمان الله.